خدامه. انا خدامه. أي. بس مش مسجونه، انا حره. ها، انما انت يا حبيبتي بالليل بتروحي الحبس في الكلابوش، عارفاه؟ لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، انا مسجونه بس مسجونه بشرفي. شرفك ايه يا ام شرف؟ شرفك ايه يا نصابه؟ يلا كلت مال الغرب في كرشك يا نصابه. هيعملوكي حطبه، حطبه كده يولعوا بيكي النار، نار جهنم، ويحطوا فيها الكفار دفعه واحده ولحد ما يتفحمهم. اخس عليكي اخس. انا نختمه بتعينيني لقطاطه؟ اهدي كده، وحنات امك ده حط دماغك في قلب الفرن بتاع العيش. عواطف. يلا روح من كده. مني عاجبك كده يا امي؟ امشي. يعني انت مش قادره على دي تقدري عليا انا؟ امشي. انا هنا سيدة القصر. قصري اتكسر حقك. ده القصر وشك وتتربتي في قلب الحمار. مشيت يا قطاطا. يا ريت العادة بنتي. خلاص يا قطاطا مشيت. ايه واقفة ايه بالبرادة ايه؟ خلاص مشيت. بقول لك ايه يا قطاطا؟ ايوه جدو النهاردة كان بي. بصي غير بي. بص انا بوريك قدام عينيك. امشي يا عواطف. انا بفرجك الستات اللي عندي. خلاص. الخدامة دي. عامله ازاي؟ معلش انا بقول لك اهو. خلاص مشيت. انت بنت عامله كده. مشيت يا قطاطا. خلاص مشيت. بقول لك ايه يا قطاطا؟ جده كان بيقول لي ان انت النهارده وانت في السجن خليتي كل الناس مبسوطه. انت بجد يا قطاطا طلعتي ست فابريكا. فابريكا؟ اخر واحد قال الكلمه دي كان فقشه. فقشه؟ فقشه مين؟ الملك فاروق. الملك فاروق؟ ايوه. انت بتشتغليني يا قطاطا؟ الملك فاروق هيبصلك؟ ده انت فاروق فلوكس ما يبصلكيش. وحياتك كان بيجيني كده بالورده ويروح نزل تحت كده على ركبه ويركع. اقول له انهض يا ملك انهض، ما يصحش يعيط. وروح مرمي هنا ويدفز جوه واروح مطلعاه وروح مغرقه للحزن دي جموعه بتاعت الحب. الملك فاروق؟ ايوه. بعدين بعد ما عيط بقى فقال لي ايه تجوزيني؟ قلت له ده عندك بقى يا ملك، عندك، مش انا اللي بخرب البيوت. لا لا استني يا قطاطا عشان ادخت. خلاص انت تقصدي انك كنت هتبقي ضره الملكه فريده؟ انا ماليش بقى اختبار فريده ولا سميره ولا حميده ولا تنقيه. انا ولا ست من بنت هز شعراي فيا. انا واحده واثقه من نفسي. هو انا فيا عيب؟ انا فيا عيب؟ انت شايفه ان انا فيا عيب؟ ست واثقه من نفسي بس. قال لي اتجوز، قلت له لا، نحتك ببعض الاول ونشوف مين فينا هيضعف. مفيش، يا دوب 9 دقايق ضعف هو، ضربنا عرفي ومفيش. 9 شهور بالتمام والكمال. رحنا الدكتور جه ايه؟ قال لي مبروك يا مدام قطاطا، الملك فاروق حامل. حرام عليك يا قطاطا، هو انت بتتكلمي عن الملك فاروق مين؟ اللي هو بتاع مصر والسودان وكده؟ لا ولا التيم ده خالص. مصر والسودان ايه؟ انا بتكلم على ملك اسكندريه وبحري وقباري، الملك فاروق بتاع الكبده. مفيش فكره مصر عربيه بزوه ان لما تيجي وتقف وتروح تاكل كبده من عنده ومخه عصافير. ايوه طبعا يا قطاطا، باين قوي ان انت كنت بتشتغلين وعم تقولي سجل ونام هنا وعيط هنا، صح؟ يا اختي ما هو كلام نسوان في المطبخ، هنقول ايه يعني؟ ادينا بنرغي. طب بقول لك ايه، ما نتكلم شويه بجد بقى وتحكي لي الليمبي عمل ايه؟ يا حبيبي يا ليمبي. ان الليمبي شاعر مخضرم خبير بالقوافي، يتلاعب بالكلمات، يتنقل بين مفرداتها ومرادفاتها كما يتنقل العصفور بين الأغصان. يعرف من بحور الشعر ما لم نسمع به من قبل، ولقد سحرنا بالأمس بقصيدته الرائعة دموع التمساح. بخن بخن. لقد سمعت أنه يصول ويجول بحصانه كالفراشة ويضرب بسيفه كالنحلة. نعم، وقد سمعت يصرخ فيهم قائلا أنا من الألعة. ألعة؟ ما هي الألعة؟ لا أدري. سمعت أن الليمبي من قبيلة مهابة شديدة الركن. إذن سيأتون لإنقاذه، أخشى نادر الحرب. فلترحمنا الآلهة. ها
بالراحة عليها يا عم، بالراحة يا عم الكلب. الله صعبان عليا انت قوي قوي والله، بعدلك كده يا عم. انت بتضحك كمان؟ ابكي ابكي تبكي تبكي، ده انت هتخش النار راكب ريس وهيقطعوا فيك تذاكر ويتفرجوا عليك. ما هي التذاكر يا عم؟ اقعد بقى التذاكر، اقعد فايب الكون. خسرتك يا لمبي، انت خدت اسير، انت خدت اسير يا لمبي، خدوك اسير يا لمبي. يا عم انتوا ربطنا كده ليه؟ انتوا هتضحوا بينا ولا حاجة؟ ربطنا كده ليه؟ انا عايز افهم. اصمت اصمت ايها العبد الحقير. طبعا الطريق هو انت تثرثر في لغو فارغ. انا اللي مسرسر برضو؟ ده انتوا العشيرة كلها مسرسرة. اصل دي يا زميل مش اخلاق كفار، يعني ينفع تربطنا كده؟ يعني خدت مننا، خدت مننا الحمار وما كلمناش، ورحت واخد مننا السنجة وبرضك ما كلمناش، وخدت مني الدرانير والدرار بيعمل 24 جنيه دلوقتي في مصر الكبرى، نعمل ايه احنا بقى؟ شش اصمت ايها الابلة، انت الان عبد عبيدي، من حقه ان يجلدك ويحرقك ويقتلك. ليه عم يقتل مين ويسنك مين ويحرق مين؟ هو ايه؟ ودي هيصة ولا ايه؟ طب بس كده هو بس يفكني؟ قسما عظما اروح ظرفه دماغ في نص تفاحة ادم، انزل من ودنه دي تفاحه ناحية تانية فيكها. انت ايها العبد فك قيودهم. انا مش قصدي، انا كنت بكلم عليه هو على فكرة، يعني انما انت حب السمر منين؟ ها؟ انا حب السمر منين؟ تعرف سعيد سمكة؟ عارفه؟ ولا ابراهيم من المجنة؟ تعرفهم؟ مش عارفهم انت؟ شفتك قاعد معاهم انا. البرابريتس ده مش غريب عليا. يا هذا الحبشة، انت شكلك من الحبشة. جيش الملك نعنان. اما الان فلتذهب الجارية الى الحريم. أمرك يا مولاي. يا عم أمك قلت طب كده يا عم هريسة. صاحبتك السلامة. صاحبتك السلامة؟ أنت بتودع كلب عندك؟ أيوة صاحبتك السلامة. هو بصد كده ليه؟ ما هذا الذي ترتديه؟ عينه في حتة تانية. ده نو قميص النوم يا سيدتي، يا سيدي. قميص النوم؟ أيوة. أما أنتم فلتذهبوا لخدمة الآلهة. هذا شرف لنا. إيه شرف لنا؟ وحنعمل إيه في خدمة الآلهة؟ هنشطفهم يعني؟ هتشطف الإله؟ ماذا يعني أشطفه؟ نعم؟ ماذا يعني أشطفه؟ لازال أنت بتعملها كل يوم، هو بعد البيبي على طول. سامسون خذوهم. لا أيه بالراحة يا عم، بالراحة. أيه أما لو مش شبه الكلب هتعمل إيه؟ أنت أيها العبد الحقير تعال. إذن فلتذهب أنت الآن. انظروا يا رجال إلى هذا السيف، إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي يصارع به الأسود. كانوا أسدين بل ثلاثة أسود، وإذ فجأة ظهر الفارس الليمبي وصرخ فيهم صرخة مدوية، فإذا بالأسود الأربعة تتحول إلى فئران. لقد سمعت أنه يأكل خروفين على العشاء. ها إذن لو استمر على هذا الوضع فسوف يقضي على القطيع الموجود بمكة، وستحدث مجاعة، ولن يجد صانع هذا السيوف ما يأكله فسوف يأكلنا. هيا رجال، من يريد أن يشتري هذا السيف؟ إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي قضى به وبضربة واحدة على خمسة أسود. إن الليمبي ساحر بالتأكيد، وقد قام بتعليمنا بعضا من ألعاب السحرية. أجل، وقد أعطيته حماري هدية لنتجنب شر سحري.
هه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